بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. شدد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي على أهمية توحيد الصف وتعزيز الجبهات لاستكمال تحرير محافظة البيضاء لتنعم بالأمن والاستقرار والسكينة. جاء ذلك خلال استقباله في عدن القيادات التنفيذية والخدمية والأمنية بمحافظة البيضاء، وأشار رئيس الجمهورية إلى المواقف المشرفة لأبناء البيضاء في نصرة الدولة والجمهورية ومواجهة الإمامة والكهنوت، ووجه باعتماد مليار ريال لمواجهة الاحتياجات والالتزامات العاجلة للمحافظة. شدد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال لقائه في عدن بمحافظ محافظة المهرة راجح باكريت على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار محافظة المهرة، ووضع حد لمن يريد زرع القلاقل والتفرقة والشتات تحت يافطات لأهداف غير حميدة، وأكد دعم المحافظة وقيادتها لترسيخ الأمن والاستقرار، وأشاد بجهود دول التحالف العربي في دعم محافظة المهرة بشكل خاص وباقي المحافظات بشكل عام، لافتا إلى جملة المشاريع التي تتبناها المملكة العربية السعودية في محافظة المهرة والتي ستشكل نقلة نوعية إيجابية للمحافظة وأبنائها. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي خلال اجتماعه في عدن بقيادة المنطقة العسكرية الأولى والسلطات التنفيذية والوجهات الاجتماعية بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء، أكد على أهمية توحيد الصف ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تمثل الوجه الآخر لأذرع إيران في المنطقة، وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير احتياجاته، ووجه باعتماد مليار ريال لاستكمال تنفيذ المشاريع والاحتياجات العاجلة للوادي والصحراء. تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة عال بشمال محافظة صعدة من تجاوز منطقة أبواب الحديد من الغرب في اتجاه مركز مديرية باقم في ظل استمرار المعارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد قائد اللواء 63 مشاة قائد محور علب العميد ياسر مجلي أن قوات اللواء بإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف آل الزماح بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها في إطار تنفيذ المرحلة الأولى لعملية التفاف واختراق تم تنفيذها من جهة جنوب غربي أبواب الحديد. أحبطت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الساحل الغربي محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في الأطراف الشرقية للتحيتة من اتجاه مديرية زبيد، وواصلت قوات الجيش محاصرة الميليشيا الحوثية في مزارع السويق والمغرس والفازة. هذا وأكدت مصادر محلية في زبيد أن الميليشيا الحوثية زرعت عددا من القرى الأهلة للسكان بشبكات وحقول عشوائية من الألغام تحسبا لأي تقدم لقوات الجيش والمقاومة، وتواصل الميليشيات الحوثية نشر الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء مدينة زبيد التأريخية ومعالمها الأثرية، معرضة المدينة التأريخية والمدنيين فيها للخطر. شهدت مدينة تعز مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بدعم الجيش الوطني بما يمكنه من سرعة استكمال تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأكد المحتشدون في بيان صادر عن المسيرة دعمهم وتأييدهم لمواقف القيادة السياسية الصلبة في التمسك بالمرجعيات الثلاث وسعيها الجاد لبناء اليمن الاتحادي. وقال البيان إن الطريق إلى رفع الحصار وإيقاف جرائم القتل اليومي التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد تعز هو العمل الجاد والاصطفاف الثوري لكل الأحرار في مواجهة ميليشيا الحوثي السلالية واستكمال التحرير. ودان البيان صمت المجتمع الدولي إزاء ما تعرضت له تعز من حصار وقصف من قبل ميليشيا الحوثي لأكثر من 3 سنوات، وثمن تثمينا عاليا الدور الأخوي الرائد للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والدعم السخي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مساندة الشرعية لاسترجاع الدولة ومؤسساتها. نهاية الموجز، في أمان الله.